الإسلام دين دين يبعث الحياة. الإسلام دين دين خير الديانات. الإسلام دين دين يبعث الحياة. يا ابن الإسلام هيا سر أنت المقدام. هيا يا ابن الإسلام هيا سر أنت المقدام. الإسلام يا إن ريحا في أرض فلسطين. الإسلام يا إن ينادي أين صلاح الدين. الإسلام يا إن جريحا في أرض فلسطين. الإسلام يا إن ينادي أين صلاح الدين. فإلى الميدان هيا سر أنت المقدام. هيا فإلى الميدان هيا سر أنت المقدام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقلبنا وسبتيا وتاريخ دوش تهاي كوبي لا تنك رجب كون أفر بقول كوبي صدنكا أو كوبيغن سيدح رجولاي لبضا كون يتوانكا. وحنو هل كان إن شاء الله تعالى كسي أن بغادي دوننا محاضروين كي مؤتمر كسي ديد يتوانات ودمضا اسكندنافيانكا. مؤتمر كان سيدي تبنات وعنوان كيس في هاي تلسين أمدا نصائح عامة للأمة. حضرة قربتا ونقونا يساتي سدخي تبنات أي عنوان كيس في هاي مقرضي خماء قرآن كالغو حسين وحاسو شيدين دون بمشيئة الله تعالى الشيخ مصطفى حاجي إسماعيل فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وحين بسوشرنا قصة الملوك في القرآن أما بغرادة وقرآن كور رميه وحين شلت المامنا يقيب كم مدب قردي صالحين تاها اقرار هو كور رمي ايه دولة نمجة ودي وحيابها علامات كم مغضع وقران هو كت المامي بإذن الله تعالى. وحين قلبتنا المام دون ابو قرد الطالحين تاه اما غير الصالحين تاه قرآن يغنى تلمامي وحين شاغنى قرآن بغردى وكور رمي انت بغنى وكور رمي صور كمكيغا اما قرآن كي سود جاي نبي محمد عليه الصلاة والسلام انت انو هجرونين اما انت ومكتشوغي قرآن كوكور رمي يا مكاسي بغردى سقاب كيوبك ميين سياسات استعمالية وحي القصة لإسنائية إيه قابك للرب وقفك مسلم كاهين وردغمه إيه وحن سكده يدونا مكاسين عن تلمامه. عموما سياسات كاسم حي كل إسنائية أما حقاي كانطلاقيا حقاي قصة لإسنائية سياسات دوده وحي مشاط تلمامنا أصل السياسة اللي اسكو خلاف سيئة هي ثيورية ما أركتوين ككلا قد سنة دوني دي الله وهو قبل أبما كل بني آدم كوح ودونا مو حربة ودبتنا إساقا أياد ديكي سنة يوحو قانون كواركو وحو سياسة دواركو وحو نقالة واركو وحو أركي نفتي سيئة وحقاك سنة هاي من سيئة بشاكو مستوىها مقار في السنة وحيابو الله نغميه وحودة جسان كرائي يسوي نفتي ستن وحمدة جنكره وحي تهي ربه يساقع أبو ري سبحانه وتعالى إنه وحودة جيه ورانكو وحط المامي دكا صالحين تهينا أقبل يعني يقول مسألة اللي هي أبو ري إنه يسوي ودة جيه كوى طالحين تهينا ومسألة الاستكبار قرآن كوحو شاقبين مولي إنه يدد استكبار
وينين دلبي كبر دلبي نيه مقام كودي مقام أنا هين بهم بريكة جشرة أوحهم بريكة جشرة إن الرب جيد دنيا نابورتي إذا هذانا دو شقك مال هيد ما ملكيدا يقاب ما ملكيدا يقاب كيوس عنا يسوع أنجا دجيني نودي فلوب غروبي نو أنجا دعنتكو هينينا سيدا وغبا إلى القرآن كو حكوت المام يا والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أما وأما الذين استنكفوا واستكبروا كوي سنتا غيبا إلى هيد محلق سنتا غيبا إلهي عبادة ديسة وآهن الله أقبل إن الله قاسبه وواستكبروا كبروا إلهي سوينيي واسنت هذه وانا سوينيي وحن لأنه وحي كوسى الله سنت الفكرة بطني مركة إنه يساقوا إسنيغه بوسك الرب إن ماذا الرب أي السيد المالك وياه وكيو حلها يا مامولي اما ماشى قف قلها فريستو وسيدي فرعون وكريس وايد انا ربكم الاعلى ما علمت لكم من اله غيري اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي اما الى جروب هالنغضه يعني محاوله حيه مثلا ديمقراسي تايراني ديكتاتورشيب waxaa u dhaxeeya ugu weyn waxaan oran karaa waxa weeyaan qolana qof qura ayaa la kali noqday maamulku iyo aragtidi iyo dejinti iyo waxaan oo dhan qolana elite groupka waxa la yidhaahdo koox yar oo dadku iyaga kala doortaan boqortooyadu ma ogola inuu ka daadago waxaanu rabaa kuwa dhalay iyo kuwa sii dhalan iyo halkaasu inay marto elite groupku laakiin waa koox ogol بغلن او ضلنا يوم كرسي وكل الرحدان دكتور فرته ودكوك الرحدان لكن بغلتوه انا كمان بحضه حقا مساكين طيب في الصف الربع يكون جامعة حقا ما تكتو داد بار لما نبا قلبات كا يكتو اما ما لحدا يكتو كوك استوفا دي الى يوغسي شناد بافا دي ايداني هبر يريمي بافا دي قويس اسبايس كاله لكن قويسسكو وحي اغبالا يعني يقدح دو دينا كوك الاغادان محي فرتاد بينك كوكا لغادان لكن إلا جروب كما بحضه إليت كذب كلا يراده إليت هو جروب قارة جروب كما بحضه وحلانا مركة حتى هديك بحضه ركتيد السلام إذا مقرام كوكا وحسك جمدة إن قصب لغواء الدون صده إيا إن عن رباك لغواء الدون صده ركتيد القرآن كوحي شيء ليسا أدون مكستو إلهي غير كي لون مغضا إن أي باطل تهي وأسكغم مدئل وقصبضي إينا لدو فرتو تأكتر راليك نوطي وأسكغم مد هدي ووحو يهي وحيا به إلهي مو ينعتك لأنا إلهينا إذن استعدادك وحلو يقامه وأهن الله شاد لما أنت ينعتك لما مشان ربي أهيني واسك جمد مركا ركتر القرآن كله جواه سكر هذا مصوت المام مركاس قرآن كوه حق ورمايا ظاهر سياسي أما مقال سياسي ولا إذا هذا طغيان سياسي وحنا مقال ورمايا ظاهر اجتماعية مقال بمشيدي نيهاي سيدا وجد قرآن كوه مصي ومهمة بدن مقعية دي بغرضة أما وقت جاي نولايين أما مسلسل كودة تاريخ ولا ما يسترن بل القرآن كوحي يسكت داري يكوني وهو ريالا كوني وهو دنبيين إساقو تلماما إياه نقاط أمان ميلا تلماما وأفعاش ودي كمدة هل تصالنا النبوسيين وقرآن كو سفري عنه وقوى الرمية يعني وحين لأن قرآنكو بغرة بضن بكو الرمية وحكم لده بغر كي إلهي قرآنك قورا ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أنا أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت وبغر قارة وحو قرآنك ورمية عزيز مس أما ملقي ما شكت لني
magaciis lama sheegin wuxuu qur-aanku ka warramaya asxaabulkahf boqortooyada ay ka baxsatay wuxuu qur-aanku ka warramayaa nebi khidir iyo nebi muuse doontii ay fuuleen uu khidir daloolinayo inuu lahaa wa kaana waraahu malikun yaakhudu kula safiinatin ghasba waxa uu qur-aanku ka warramayaa kuwii la gubay ee uu xadiidka nebigu calayhi salaatu wasalaam sheegay laakiin qisaskooda waxa qur-aanku uu ka tilmaamayaa meel ka mida afcaashii ay sameeyeen laakiin waxaa kaloo qur-aanku uu ka warramayaa hal namuudaj ama hal tusaale oo ballaadhan isagu oo wax tiro badan laga sheegayo tusaalaha ballaadhani waa tusaalaha ninka fircawn la yidhaahdo fircawn erayga ahi waxaan filayaa 67 goor inuu ku soo arooray qur-aanka 67 goor in magaca fircawn la yidhaha ama laqabka fircawn la yidhahda inuu ku soo arooray 23 suuradood oo kala gedisanna uu ku soo arooray suwarka qaarkoodna in marka badan uu ku soo arooray 23 qisadaas waa qiso ballaadhan qisaska kalese way kooban yihiin laakiin qur-aanku wuxuu ina barayaa tuqyaanka siyaasiga ah waxyaabaha dawaaficdee keena wasaaisha uu adeegsado qaabka uu fakara sida loo tadbiqiyo inta badan inay iskumid tahay walow waktigu ha kala gadisnaado dadkii fuliyay ha kala gadisnaadaan walidaalik baa ilaahay wuxuu leeyahy atawaasaw bihi bal hum qawmun taaquun qaasim mushtaraka baa jira wax ka wada dhexeeyaa jira ay ka mid tahay masaladii koowaadaan tilmaamay oo maxaa ka mid ah idicaau rububiya waluluhiya saraaxatan aw mumaarasatan aan idhaahno rabbinimada iyo ilaahnimada inay sheegtaan boo dadka u sheegtaan oo afkaba kaga dhawaaqaan ama inaanay ka dhawaaqine camalka la qabanaya uu tilmaamayo maxaa ka mid ah mathalan kii nebi ibraahim wakhtigiisii noolaa mufasiriintu namruud iyo waxbay magaciisa u sheegaan laakiin qur-aanku uma baahan inuu magaca sheego dhaqankuun baa la rabaa dhaqankiisu muxuu ilahay wuxuu leeyay alam tacla alam tara ay alam taclam ila aladii xaaja ibraahima fii rabbi bal ka waran baa ilahay leeyay ma ogtahay kii nebi ibraahim dooda kula galay in ilaahay boqortooyo siiyey daraaddeed ee nebi ibraahim markuu yidhi rabbigay waa ka waxna dila waxna nooleeya isaguna yidhi ana uxyi wa umit amba waxbaan dilaa waxna waa nooleeya hay mufasiriintu yidhahaan laba xabsiga ku jiru soo qabto midna wuu sii daayay midna madaxu ka gooyay dabeetana wuxuu yidhi ana waxna waa dilaa waxna waa nooleeya nebi ibraahim muranka uma weecanin masaa'il kale waanu ku doobi karin buu u weecday qaala ibraahimu fa ina allaha yaati bishamsi min almashriqi faati biha min almaqrib nebi ibraahim wuxuu yidhi ilaahay adceedda barigu ka soo saaraaye bal adigu galbeedka ka soo saar buu yidhi haddaba kownkan ilaahay baa abuurtay sidanna isagaa u dhigo barigu waa cadceeddu ka soo baxdaaye adigu haddaad awood leedahay galbeedka ka keen fabihita aladii kafar baa ilaahay yidhi ninka kan magaciisa qur-aanku ma sheegin laakiin qisada qur-aan laynooga sheegay mathalan qur-aanku wuxuu tilmaamayaa asxaabi lkhuduud qutila asxaabi lkhuduud annaari dhaati lwuquud id hum calayha qucuud wahum calaa maa yafcaluuna bilmu'miniina shuhuud wamaa naqamuu minhum ilaa an yu'minuu billaahi alcasiizi alxamiid waxa uu qur-aanku tilmaamayaa duul waxaa la nacdalay baa ilaahay leeyay oo la fogeeyey qoladii godadka u saaxiibka ahaa ee naarta godadba intay qodeen dab ku shideen oo dadka ku gubayeen toorjarkay bini aadamka ku samaynayeen wuxuu ahaa intay god qodeen magaalo dhan baa godad loo qoday dab lagu shiday dabeetana dab lagu guray qur-aanku wuxuu tilmaamayaa boqorkan ficilkiisii baa la tilmaamay magaciisii lama sheegin xataa nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixu muslimka ku sugan waxa uu odhanaya kaana malikun fii man kaana qablakum ma sheegin xataa nebiguna magaciisii boqor baa jiray buu yidhi boqorradii idinka horreeyaya boqorka kan qur-aanka iyo nebiguba rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxyigii loo soo sheegay iyo qur-aankii soo degayba waxay sheegayaan ninkan dhaqankiisii uun qaabkii uu dadka u maamulay
قابك ضدك وما أمر بحط المامية وحديث كي غلامك يا صاحبك يوضح شغير منك أن السحر على لها ودك السحر على وفالين كري دولة دا انت بدن سحر على ياشو أكتوغان وأنا وفاليان ما ضحرة سحر على وفالين كري أي جبو بيد بتروح روح الربا إنا ير أو مسكح بدن إنا بي كنتان وأن مركزي علم غسي برا علم غسهر ويل يربى الله كيني ويل كي يرى أي سحر كبري ودد ويل كي يرسو مرن الراهبة ننسكا بورا قلين وعبادة استحشوغي ويل كي يرى نكا نوصو مرن نكا نتوحيد كي يدين توشيغا ويل كي يرى لما فكرة دود بودا دقيستا مت ساحر وضو ونن متخصص السحر كقوة ين مد نين شيخ وضو زاهدة أو متخصص قوة لما دي فكرة دود مركو دقيستينا وحقوة عضي تي راهبك لا حق ولا مغطي واتي مركي دمال لبا حدا حق طوري إله وكد اليناء ونمتي لما تنوح نغضي ولي يرسن عبادة بضن إلهي الدعاء دي سأقبله مقالة بدكي شوغي حانو سريه بويني ودعية إله وكا أقبله دبتنا قار بلابو إلا إلهي دعاء دي سيوه بحيه قار برس قبيبا كبك سغي قار أكمهابا كبك سغي حديث كوحة الماما يا بقر كان منكي أكفى بيه شرين من كاملة وإن ببالي أي أوي من ويلكي يرى ويلكي ويدعي نكو يدعيين إنه باو بحي إلهي الرمي بويله داب إلهي الرمي سانو ولا إلهي مقو بريه نكي إلهي بالرمي الله اللو بريه إنه باو بحي بقر كي مكو نغضي بقر كي مكو يدوريان من رد عليك بصرك إنه يكون سعلي قال ربي ربي غيبا يسوع علي يقول سواشا نفر سهدا هو لك ربي مغير يقول ومن ربي أنا نقع هين بار لاغي تغض دك نكتو ذا سيو بومبونين ايانا عقل قادي واحتر قادي ما وحن كياني أرك تديران قادي بسان نغطي وحن باعين كان نغطي قفك بناية بقاه دين بومبوني تلقب بومبوني لقب بضيه ويصافوا فامرك دمرهم بومبونا وهي بشركو وحو الصحانة إلا إذا دوات صحانتي وحو قلدان إلا إذا دوات قلدانتي لكن واب قلدانتي يهد دو مغلوة يو انت لك شوكتا رقا باك صحابة يميلو يهي يعني راك تداري بادي قلو بقورة يو بلا يو بلا يو ببادة يو حبا لقو ببادة مركا دمو يسبون بوريا سيدي يو بمبوني ميو وحاب يسمو دي يسوك ربي غي يهي دواتنا ننكي مدح دياك تيسي تشوغي أيو كوي يريا إنك وبحي الرب غي بير أولك رب غير بلو وما مدى أنا لك حين بقول ربي وحيد ربي وربك الله أنا لك يا أبي قبع الله ما ولا ربي كذب وحيد هلا تورشر قرأي ولا تورشر قرأي دبا تنوي الكيب وصو شاك ويلكينا ولا تورشر قرأي نكي الراهب كهاب وشاك سدح جودي بقى الله صو قبطي والراهب كيبا ليريوحي مكان نقوان سواد ديدي من شهر ما هم كان لقى سارة إلا بأن لوك لقوي سوى النول تورشر لقى السمية لبا لقى خلاده من كيف الله سوى قبطي هل كاسنة لقى خلاده لبا لقى خلاده ويل كير بغرطوه دون رجعي كقبطي يبقى سحر كينا يساقع برطي مركا واحد لقى دون خان نقوي ودير دهتنا واحد لقى بور هل لقى طورو قصة دومة جيدة ينان كورمه وحنو جيدة أخيرا ويل كي مركي ميلة لقيقيني او الهي بريه اسكرتون با مرطون وساقون صار نغلا يساقون فوريه بورتي وقلقلتي اسكرتي باكرد عدي دون بالله ساري قارب يب هوري اسكرتي باكرد عدي بدك الشيء ساقي له واسوب البادي ويل كي يري لكي وحر ربا مسألة ينو السقوعه بغر كنين وموتيوه انانو ساقون ربا هين دبقى مسألة بابرتان نفتي سناي بحضه لكن انو عدينك غرين انو بغر هاي أممك قف باب البابين كره هدو يسوسو تاغو ويلكي يرى وحيو لبغر كمخوش يغا سيئات أديد دي لكرتو هاوي وحيو لين تعدد كي سوية وعباد مال السلوه قان صدي بان يالليب كي قادو كانانا دي دباشا يرى اللابب كالو غورتو ميت كالبح دبتنا انت قبطو واحد تنادا بسم الله رب الغلام دي حنجر جارسنا يا مجا عيلاهي يا غلام كويل كير ربي جي وحيد اسمه يرى ولك ربي مغيري ولا هموت
dayatna wiil buu culay waxa dadaaba waxaan gargaarsanaya aalihii rabbiga u ahaa wiil ka yar marka waa dili kartaa buu sidii uu sameeyay wuu ku dhuftay kii yaraa wuu dhintay bulsho weyntii maxaa soo baxay dayna ninkan rabbi ahayn waxay dhahdeen annana waxaanu rumaynay rabbilgulaamka gulaamka iyo rabbigiisa ayaanu annana rumaynay godob buu qoday dab buu ku shiday wuxuu ihi wixii ka noqon waaye guba isaga iyo madaxdiisiina way daawadeen sidii baa lagu gubay dadkii xadiidkan oo dhan maxaan uga jeedaa qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa camal xunoo ninkani sameeyey oo ah toorjarka lagama warramin magaciisii lagama waramin waktiguu ahaa lagama warramin dhulkuu joogi jiray lama waxaasoo dhan lama sheegi waayo waxaas muhiimadda maaha waxa muhimkii waxa weeyaan bini aadamkan sida loo toorjargareeya inay tahay bad policy-ga qur-aanku uu tilmaamayo siyaasadaha qaldan ee ay ku dhaqmaan madaxdu ee qur-aanku tilmaamayo ayaa rabbi wuxuu inoogu tilmaamaya inay yihiin sida tan waxa uu sheeganayana waxa weeyaan waa masalatu rububiya weyn leenahay inuu isagu yahay dadka ka hanta dhulka ka hanta waxba ka hanta maalan asxaabu lkahf qur-aanku wuxuu ka warramaya suurad la yidhaha suurat lkahf suuraddii godka suuraddatan saddex boqorto ayaa kusoo arooray baynu shalay tilmaamnay boqorro ka midi waa boqorkii qoladan godka gashay ee ka soo baxsatay waa maxay siyaasadday ka baxsadeen waa siyaasad diin isku qasaba boqorku wuxuu rumaa ama boqoradan siyaasadoodu faashilkatee qur-aanku uu diidan yahay waxaa ka mid a in dadka muctaqadka lagu qasbo islaamku ma qabo dadka in diinta lagu qasbo laa muslim maanaad ku qasbi karin walaa gaali maanaad ku qasbi karin laa ikraha fi ddiin qad tabayana rushdu min alghay diinta qasab kama jira baa ilaahay leeyay qofkaa tidhaahdo maalan qasab ku islaam miyuu islaamaya bay kula tahay islaamnimadu qalbiga gashaade wuu kuu munaafaqaynaya haddaad tidhahda qasab dhe laa ilaha illallah wuu ku yidhaha laa ilaha illallah laa ilaha illallah rabbi alla aqbalaya ma rumaysna ilaan ilaahay qalbigiisu ogyahay laa ilaha illallah aan rumayn ku imana sax maaha saa daraaddeed islaamku diinta dadka laguma qasbo inuu islaamo walidaalik halkan qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa dad dadka muctaqadka ku qasbaya boqorkaa hore wuxuu lahaa rabbi anigu nii rumaysta ilaahayna aan uuntay ayaa wuxuu yidhi maalinaan idin xisaabayaa jira anigaa dunidan abuurtay waxaasoo daliilana wuu dhigay oo lagu rumeeyo haddana wuxuu yidhi kii doonayowna i rumee kii doonayowna iga gaalow see maalinta akhraanku xisaabinayaa kii rumeeyaana jannu heli kii beeniyaana cadaab buu heli doona dunida ikhtiyaar baa lagu siiyey idan boqorada dalaalimiinta waxaa ka mida kuwa dadka afkaarta iyo muctaqadaadka ku qasbaya bini aadamka lama qasbi karo saa daraaddeed baa qur-aanku wuxuu tilmaamayaa asxaabu lkahf waa wiilal dhallinyaro oo lagu qasbayo boqorku diintii u haystay iyana waxay dhaheen waanu islaamnay diintan qaadan mayno qur-aanku kama warramin boqorkani wakhtigii uu noolaa meeshii uu deganaa dhallinyaradani kuway ahaayeen magacyadoodu waxay ahaayeen waxaasoo dhan laba tilmaamin laakiin waxaa la tilmaamay labadii ficil ee meesha ka dhacay labada ficil maxay yihiin midaa in dadkan diinta lagu qasbo iyo midaa inaanay aqbalaynin qasabkaas iyo waxay rumaysayeen inay u dhintaan inay ogolyihin oo ay dunidu iskaga tageen dowladdii iyo meeshii oo dhan ilaa ay god ka doorteen nolosha inay god galaan ay doorteen dabeetana godkaa ilaahay ku badbaadiyay subxaanah wa tacaala inuu boqorkani ku qasbayay waxaa caddaynaya aayaadka markii dambe saddex boqol oo sannadood ay jiifeen ee rabbi soo toosiyey ayaa la isbaadbaadhay oo waxoogaa lacag oo la haystay baa mid ka mida loo dhibtay waxa la yidhi war dhuumo oo bal intaad magaalada meel uun ka gasho wax la cuno inoo soo iibi laakiin isqari bay ku yidhaahdeen waayo innahum in yadharuu calaykum yarjumuukum aw yuciiduukum fii millatihim walan tuflixuu idan abada hadday idin haleelaan bay yidhaahdeen ama way idin rajmin oo dhagax bay idinku dili ama diintooda idinku qasbi weligiinna markaa guulaysan maysa yacni waxaa ka muuqata inay tahay boqortooyo dadka diinta ku qasbaysa namuudajka kale uu qur-aanku ka warramay waxaa ka mid a boqortooyooyinka daalimiinta uu qur-aanku ka warramay kuwa dadka hantidooda xoogga kaga qaada
سياسة الإسلام هو قال وحويان بدكوا هنتدوا دين الحر وهذا زكاة ينا إلهي كوا جميع ميانا ينا وحلقة قادة كراني كريم زكاة نا إنت إلهي الرميسان لك قادة ينتا قالوا إذا لك ما قادة زكاة لك ما قادة قالة مسلمي تكوه سنور أما الدولة الإسلامية تكوه سنور هل كان القرآن كوه حط المام يا مركاسي بقرنا ذا الظالمين تين يين كوا بنا استددك حوله وقا مقع كستهو بحيانا ينا يقصب كاكا قادة يوان رالكا هاي دبتنا إلهي القرآن كوه حط المام يا نبي سليم نبي موسى يا خضر ودا صعدة ويغا ودا صعدة دون فولي ودبا تنخضر دونتي وملك الدلولي ونبي موسى يلين ممكن بلاش بابا يلغسوا غدا نواعين كان محد دونتي وغد دلولي نساء ومرك يبدن باي وشرح ييوحو يلي ودونتا وحا اسكال الدب مساكينة او كوحو اكسدا يغا وكان يا قداشر أما السفينة فكانت للمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وحا حقا دنبيا ما حقا هرتشو بغر دون كستو هجاك سن قصب قاضنا إياه سلطات كأما دولدها قرآن كو عيبين يوحا كم ديد دولدها الدتك هنتدود قصب كقاضة شداو غيبو النبي خضر وحاو تلماما يا إنا يهين كوا كريمي من دادك حوله دا قصف قاضية هديبا وحو ويناك سيهي قرآن كماركا قصص كان شيري دونورنا محاكا دحايا وحاكا دحايا أصاليب الطغاة وحلو تلماما قابنا غنك قابنا غنكو دي محوية قابنا غنكو دي وحوية كوو الحرق والقتل دادك وحي دلان وحي جبان وحي تورشر قريان لما قابل غطكو ده وحا كمدا طايرة نويان وضبطك قصبا يوم حيكو قصبا يان عقائد الناس بيثبان قصبا نكو بدلان بالليجس كذبت يا وحي ذاتكو الرميسيين لما أقول حرية ده وحا الربعين يبدلان تو ووكوي أنا أقول ربي يهديك لو أكو دي ليا بيتا يميت وحي وداغا قرافو وكو الرمية ذاتك هنتدو ده إلي قصبو قادان وها القرآن هي حديث كور رميان حتى الدمر كان يقصب كبوبيه ومثلا القرآن نبي عليه الصلاة والسلام حديث حين أدور رميان نبي الله إبراهيم يحاس كسيا ورصعدا إن إميل بغر طويا أي مادين ولا يدي بغر كان القبر تروح بدل هدوا كل هدوا كغاد يشري دبيتنا النبي إبراهيم قبل دي سبيل كسوا غادا ساريا لغا غادا ساريا مكي بغر كله دير إلهي ويباريد دبيتنا إلهي بحك قبطي أخيرا وكيل الشيطان بايك أنت ليك حياة أن هاجرنا وسوسين يوخب ميسو هاجرني النبي محمد نبي إبراهيم ولا شيء نبي إسماعيل نبي إسماعيل هو يدي مركز على سوسية نبي الله إبراهيم والبقر هواني من قبر ربين قصف وقاضة حديثكم مركز تلمانا البقر كما عيسى لما شاقين ماشي وشاقين لما شاقين وحا لما شاقين وحنو يمكن وحويا فعلا باحنا إن لا تلمامه نت نسسري من هذا الباح ما ين من هذا الباح صلاة وحصم أي مش وحنا إلا تلمامه وحويا بغرتويا إنه هيستين بقى نكون كان هذا لا تلمامه إذن إسلام هو تلمامه وح عيب تهين يهي بغرتويا ينبقى نكون يهين أي واحد دلان إن يدك إنه لش يكون جبا ما طور شرقريان إن يدك عقائد يدين تهستان قصب كجب بدلان ما أفكارته ولا قصب كجب بدلان إن يدك حوله هذا قصب كقاطان إن يدبر كذا قصب كقاطان وحاسو دم وحن لنا وقواسم مشتركة ما وحي وداجان بغرتوين كذول مجا القرآن كور رمي سيدا وجد القرآن كور حين كور رمي أن مود جامع تصالة بلادن تصالة وحي ندوا فرعون قرآن كفرعون مشيين مجعي فرعون ماذا واللقب مجع مها وقيصر وكله أما كسرى وكله كسرى وبغرتوين كنت الانشرون بيفشية أما النجاشي وكله نقستي نقستي وبغرتوين كيتوبية كنت الانشرون ماها مجع مها بغر كستوية ما دوا قيصر بغر كستوية ما دا فرعون بوها فراعنا دا مكا وحلا دا وبغرتوين كي مصر كنت الانشرين ولذلك ما وحيد هذا القرآن كو مشيقين بغر كان مجعيسي اللقب كيسون بالشيخ
حتى مفسرين توحي شويه ما لما فرعون بها هاي النبي موسى كويلا نغمي فرعون وموسى وما لا شيء عصره موسى فرعون كي دقنا موسى ما لما فرعون بولا نغنا بسهل فرعون يعني موسى سوى عرورة فرعون ده ودن كهيستي وقل حكومي غير بن إسرائيل وفقوة الله يدبر كوي بن الله قميستو بغر كي عين كهسي حكومي فرعون موسى يعني مركي وما شواتي بدل اللي قوله بي حول كيان انت يسارته ويدي بدل بكتاي فرعون قرد يسي مركي بدن بكوريسي فرعون كي يقول لي سكو قري يا مركي أبا بغر كاها يا موسى بري جدا بيقولين كوينا فرتنشر كان نغضايا سوان نغضايا سوان ريركي سواتي ويما رسول الله سوان دي فرعون كي ويجي بما يسكن مد بيا هاي مثال الله فرعون بيا هاي بغرطوه لما يسركي يريد بيريد ولي ما يشفن ديا أفرت سنكوهر بغرها مسوى من عصبه كي يرد ما يبغر كلاك شوغا مفاسر نتلا بدا بوشيلا لكن قرآن كو حتى انه مشيقين فرعون كي يسرى فرعون كي هاي فرعون لبادي هاي قرآن كو مشيقين ان marka ibn masail ka tilmaamayno waxa quraan quraanka hatta ka moodobayda ah ee tahdiidka midalan faraa'inada masar bay hukumi jireen masar quraan ku dadka la hukumi jireen oo ka warama wa qala al malik atuni biha astakhlis astakhlis li nafsi nabi yusuf ahdu li fi bagar ki hukumi jireen sida malik ama aziz masar bal wa tilmaam qolada taariikhda waxay dhaadaan وقت جاكو هر فراعنة مثلاً حكومي شرتي فراعنة ده لمن الملوك الرعاة اللي نادى تاريخهم بتشبيين مدة بقول يكون تنصركوا بدون حكوميين كذب فراعنة يجيبوا تشبيسي وحين هذا وقت جم النبي يوسف شوبي نبي إسرائيل لكاني يهودي ماشى في كرتين حوض كوي على طين ووقت جير رعاة ده حكومي شرتي من الملوك تاني سادر هذا ده فراعنة ده مركي دم بيقف صدام غير برو إسرائيل وحكم ده عين تكير دول خلق جليل قرآن كما ورمى وحاصل من محنسة كورمى وحكا ورمى فرعون نماده إن ايت هاي شخصية قفوة لبقى شنكره شاب قفوة لبقى شنكره إن ايت فرعون نماده ونغم كهدت شوغانا فرعون بلغون كره كيت غينا فرعون بلغون كره أوام حي صفات كان عدة لقاها له قرآنكم حوكو الشيخ يا مركو فراعنا دكا ورمي الدولة دي هاي مركا وهي علماء دو إلى هدان حكم كيف فرعون إياها حكومة صدحة أي علماء دقار شيخة حاكم كبري أو متكبرة أو فرعون سياسي بي إلى هدان دكا وهو قامي أنه كان مضحبا أو خبرة دي في سياسة دي ومدى كوه قامي يسيو لك كانوا قوة دوميو وهامان بي الاهدان دقال ايه نمر رأس مالي دقال او سن الدولة دا تاغيرة او دا كوه قامي وي الاهدان قارون فكرة دا علامة دا قاربات الماما لكن انا قوحي غلق روح بدن فالدكتور عبد الرحمن عمر الاسبنداري كتاب كيس العداء طغيان السياسي وسبل التغيير لنها نوح لي اغطاب التحالف دولة نمدى فرعون سدح ركوم بي لهي بولي ركني كواد وبغرطوية دان باغضي اي كبرتي اي فراعنا دا ركوك اللباد بولي ووح الله يقال بطانة السوء اما وحاشية اما وملأ قوة غارم بغرطوية دا وضدحون كيبتك دتك ود اللينية وقوة نمحيك كوبين وحيك كوبين كل سياسيين رجال السياسة دولة تتاقرسا لما وحكو تشباب لي رجال الدين كدولة تتاقرسا كوي دين تي عدنا دولة تنظل بغاوضة صدح وحي ككو بي ينبو لي هاي أصحاب الرؤوس الأموال شركات كاما دقاء وكوة دقاء لها بضلة أفر وحي ككو بي ينبو لي وسائل الإعلام ميري يها عدة هاي ستا قروب كاسي هدي دكا وهو شيانا وسراعان دكا انتك لو الله ظلمين كرا والله سحقين كرا هدي طبقة بولا هاي ستا طبقة إعلام كاي ستا طبقات السياسيين تأي الرجال الدينكو انت هسي هدي دولة دمارة تاغيرتو بشان انت قلوه لبنسان كرا صدح وغلي جيسك صدحات اما تيرك صدحات دولة دمارة فرعون كو تابنين والمؤسسة العسكرية بولي فولسكي ملتاري هي مؤسسة لطن هدي داتكو سيسوية رتابن تنتي قصف وقوة دا صدح دا مؤسسة صدح دا مؤسسة سيدو قرآن هو غور ربي هذا فرعون waxa quraanku ka sheegayaa inuu aha boqortooyo kibirtay oo kibirkiisu uu gaaray intuu dadko dhan isugu yeero khudbadii uu jeediyay uu leeyahay rabbaanahay
إلهي القرآن كله كله فحشرة فنادى تكبوا سوح الشرية وأنا سوية روضة تروح كل واقع محي أنا ربكم الأعلى أنا ربي إني كريه بل إنه كبروا حتى المام يساد تكبوا قرآن مياه مايا ما لحظي سوية ري ملايسي ما لحظي سوى الله الله يبوح كيري لئن اتخذت ما لحظي كيري سوى ما لحظي سوى الله الله يه يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري يا أيها الملأ ماذا هي وويني أما كون أن ترضها اليوم ما علمت لكم من إله غيري عدان إله أهين وأنا قايدين قرنما يوحل يا مين أتلاه دان السي وحنو دعفرتا من أمد شوعي وقلك فكر حزب غير دولة لك مامولا حزب غير دولة ما دولة دا إله دان دينا ويني هن الله دا إله دان نجام فاتشلو gumaysi dadka markuu dhex galo aakhirka wuxuu gaarsiyaa in oo hatta tabaqada wax la maamulaysa ay isaga ku wardiyaan hanoolaadadiisa waanu midnaba oran karin wax faahfaahsan ka muuqata wax kasto uu ku hadlo walidaalku waxa quraanku wuxuu tilmaamayaa inuu ahaa dictator dadka wuxuu rubaysan yahay ku qasbaya oo nabi muuse markuu yimid wuxuu sheegay inuu ilaahay caabudo إن الرب والسماوات والأرض اللي قدم بأيه مو أورانين واركا أقبل ما ينور مقالة قل فكذا دي لغوك إنه إنه الديدة والله غيابه لكن كما الرقف لها إنه تلاهده أنا قاعد إليه فكرة مقتم بأيه وكو دي ليه مو أورانين نبي موسى وكا أقبل ما ينور دون قتك إيوه كويري محي قال لئن اتخذت إله لغيري لا جعلنك من المسجونين مدان أنا قاعد إنه داد إله وقاضته waxaan ka dhigayaa kuwa xabsiga gala wa baqabtay marka aan ogolayn wuxuu isagu rumaysan yahay mooyaana wax kalaba inay dadku sheegaan shacab weyn oo aray dul rabbiya barlamaan iyo siyaasiyiintiina ma waxa uu anay diin ilaaha nabi muuse ilaaha aniga ahayn hadaad sheegto xabsiga galaysa aamadi marka uu ku oranayo waa iska maaruuf tooyaa siyaasigii wuxuu gaaray xad uu dadka gumaysto وإلهي القرآن كوحو لي ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملائه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل استعباد الخلق بن آدم كينو قميشته إنو قميشته وحكو غفلا نظام كان مركو قرآن كوكو الرمي يوحى الله ينبرا يا إني نوحى مرنا با أقبالين إني نمرنا با وحانا وكالا أقبالين با الله ينبرا يا نظام كان محولها وحسو أرغى الشرع ورانا يا دكي وحكومة يا قيب كم مدين ويداهده هدية أي رق دالان رقو دهال الله يو وحيد دمارينا شغالها النغضان ونظام كبير كيسو حد كاقاري نبي موسى مركو يموحي لما نادو حيشي سيدا دبكا ويانيقا عابدان أدامي وكي نبي موسى وتلك النعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل وموحى يقول من نشي غير سابولا يولبا ربا إسرائيل يقول إسرائيل استعباد البشر ولذلك وحو اسكت دري قوقي سيكي كبير كيسين ربي ينا بيني يدبكا ينو قميستو سياسة عين كاسية وشرع قوح بري النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأن دولة ابن مهيسا وما كتشوبة إن أنا أقبل وحا القرآن كوين بري سياسات كأن قرآن كمرنا بأقبال كرينا يكمي تهي استبداد الرأي تلاتة دين الدبكة كو قصبته ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد فرعون مركو هدى يوحي وحكى لوان ابن تسي وحكى لوان ما وحنا نوار كي خايف وما يبون شيء يعني رأيك لما تشري كره وضبط وصلنا وانا دكوها نونين ايه وقف ربا وحي وسيو تشيدي وان الله ورنك رواي قلبانتي بغر ربا مركي سيدا او كبران حد بي قادان دبقى وضا بقان كو ودد دو مركي بغر كوي مادان او ارادة سيدا يسيدا هلا يارو قف أوران كرا مركز دمي دك ولا بهدله قف أوران كرا وروح على حتى كوما ورك سنة من دولة مدر وسنة متشرف وين لا يدا يسر ويا مدحوي ويا بغرتوي وين لا يجوا بابا
وين لها رأيك بحيث وح كفي عن ما نرك إلى مو بيشي غيره وح شيء سوى وح كورك سري ما شفته وما ده هذي حد كان قال بقى إلى هاي تلمامة يعني سياسة بها وشرع جديدي ولذلك بقرأ فوق تلمامة يا فرعون وحان كوا هذا ليريم الرب جديدي وحان كوا هاي نضد كعبدون صدي وحان كوا هاي نام رأي كلا قبل يمين وحان كوا هذا ليه وقرأ فوق تلمامة يا وحنا أحسن هذي الله شيعو أنت على ورد ما يشترين هذا الدين وبرين يو بيرين يو الله حكم وشراه حتى آيات كونية هذي لا تصل معجزات هذي لا تصل قرآن حليه فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى إليه حليه مركو معجزة كست النبي موسى لي ما ده مركو هو بينني مركو مد بيني ما معجزة كل ما مكيني ما إلى هيلي وحبك لما أقبله ينوى بينني وحين حقي هاي الدليل وتمها مهم ديس نحن أنتي سهين ما أقوله كسوة بعور في طاقها جروب كسياسيين تنفعين تقوى وركسم في القرآن كوسيفي القرآن كوكوت الإمام يا الملأ ملأ وكو إيش بوحية ما مدحية وين تا مضتك هجانك وهي وحكرا قرآن قلت المامية بالذين حوله كو يكو أدوريك سنة تولد دا سرع دي كاقد دوي قول هذا محايا هاي شقدوت وها سياسة دا فرعون كو أدتك كفولية فرعون أقف قول أدتك وحبه مييلي كرا طاقي كستا طغاد يرير بولي وكو هوسيسا كواسي قارك أكو سيحرم بيلي وحمرك سيدا وتربطان بومد اللي قميسته قرآن كو حط الماما يبدك يبدك الليني فرعون قعندي سيكمل لين شرندي كوان با سياسة فلولي ساد رادين با إلهي قلي وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين نمبا مغالبا دين عيدة فكيمي ونبي موسى ويمي حكو ليه إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك مدى حيوانت أما سياسيتي وكوشيريين سيأيادك كودلان إيه مدى لك بح وحيا هايانا قرآن كوكوسي فيني مدى حيوانتني كوان هذا الكوكو علم فرعون وحيو يراهضه يمنى هذا وفافيو يراهضه بل مركب دمبي شر لا يسوي ما دي شركي سكيرا هذا محاكم إذا فرعون مركب النبي موسى ويمي ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه بإلهين مركو موسى من حوله قال للملأ حوله قال دي مدحي ووين تلك شفت فرعون حقيره إن هذا لصاحر عليم نبي موسى معجزات صوبا لغي دلتنين تنبي موسى كتشستو قال دي الله الله وزرد سياكتي سيشفت وحيره نكا كان وصحر رول علم بضم وين فرعون بايره قال للملأ حوله ألا تستمعون إلهي حليه مكة قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لصاحر عليم وكيف يرفع فيني وسيريسي وأنه يري فرعون مقدس لذلك إلهي حليه أنا وحي كهب لي وحي أنا دوم حي قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لصاحر عليم بقرآن كترمامي يعني وحي قرآن كترمامي ملأ كانين يري مكاسي mid naktiisii afkiisii soo dawasho dhaktar Fircoon ba haysta marka wuxuu isagu sheego ay bayaga afkooda ka soo baxaa hadii marka siyaasiyiinta iyo media iyo hay'adaha dhaqaalaha gacanta ku haya iyo qolada diinta uu haysto mujtamaacaas hadii ay ninka madaxda taageeraan umada wala saxqin karaya waana markasta جروب كورة السعودية حتى دول كديمقراطية دول كديمقراطية إنك ما تحدى الدورانة يعني هديسي وسوش الرئيس بيقدر قال يا هل ندى شركات كوينة أنا التاجرين هدي عن قلبة إعلام في تي في جرايد كهيسا أنا يورك شيء أو بوب سينين أو شرحين هدا وده ده يكهنوك يين تفرد أنا البركينين
بلشوين تماي كلا دوران كرتين دت كلا ماي كرتين لكن كوا حدا تاني وكوا حسكو حدا ولا 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 جدا تاني ده يلعن سب ولا ده قالوه عشرة تاني لقي يري كاني لقي يري عندي حد ده وتشان شاده ويا روضة وحنا وتشي ده مركا هدي كوا حوار يا إنه قط كوا نك طاغي جا كوا هوس النول ودن تو ده كهلية بلشدو ويا بابا عيسى وبابا عيسى إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائبون وإنا لجميع حاضرون وحكم مغطى فرعون رياده رياده سيد مفسرين في الشيطان وحفسرين وذاددي وغلدي كهنة وهايدة ويري وإن أبدتك الليسا رير بر إسرائيل المهي أيدالان بالليسا وحكم مغطى قرآن كوين بدن التلمام يطبقا بني طبقا مفسدين أيهيد ويواك قرآن كوين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض شقوا حيكا بكتين عيد كسته وإصلاحه لغاقضه بلشبه مركا كترسن إيه الدولة دا كدر أيها ما دام إيه كحرين الدولة دا حتى هذا يصاب حدب بلشبه إصلاح رادي نيسا إيه دا أهكوا نكا ماشا هستكو ولا تشوه سادر هذا دقراكو حليه قلت إما دحيوين تاهي فرعون وحيكو يرادن إيه فرعون مركا الله الله إياه نبي موسى موسى يقوم كيس نيات كتب السابين هذه ليفسدوا في الأرض ويدرك والهتك سيبوك وفس هذه أنا أبي عبادة هذا رأيك التقرم هذه ليس فرعون مكة سوء عراضة وحولي قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساء ودلك اللبات خير بن إسرائيل لما قرب حكم مالو حكومة مروان موسى مركو ده شيء مركو دلنا يي حكم كانوا سو صار واكي مركا موسى درغ في بدادي مر لبادو موسى الرسول يهي ولا جوغنا ملائي با يي موسى يرهو ده سيدين دبتنا مركا انا حكم لبادو سو رغو شيغيا سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وان فوقهم قاهرون اسوكور نملا وها فرعون يكوحدي سلامدو قيبت الصدحابة مؤسسة العسكرية وآه كوحدة وحي كوحان كصوبها قصب ككفلسة إلينا القرآن كمركو تلمام يا انت بدن العابين يا فرعون يا هامان كالغود لما عابين يا كوحدة يا قارون يا انت لكن وحال الله سعودة محي إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين بإله إليه أذكرت لك وقفتين بإذن الله يغفلوني وحكره ونري فرعون وهامان وجنودهما منهما كانوا يحذرون مؤسسة عسكري مكة تطبع يضاد القرآن كمدى إلهي فرعون وجنودة إسرائي ومؤسسة فلني سي فكرة ومؤسسة استكبار كاللو ذاكتا كبر كاللو ذاكتا صادر هذا القرآن كوحوليه واستكبر هو وجنوده في الأرض إساقا يا أسكرتي سبلوك وكوك إبراهيم بإله بغير حق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون قرآن كوحة المامة يا إينا إيه كوي إنت يا ريدا إسلاح ذي الرادعين يا محل حدي يا مدى بسعودي فأطبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم فأطبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى ولذلك ما قرآن كوحة المامة يا عقابتي إلى هاي سودة شيء فرعون قركم يدقين وهي كودكت فرعون يوم لا إيسي ياسكرتي سيما ويكود دكت محان مركا ربنا وحان ربنا قرآن كوحينا وقور رمي السياسات كقلبا شرع وأقبالين كوهتي وسياسات كقضبا صوت المامنك صليسا محا حلقة سياسة الله نغمة وحا حلقة هكو وبحويا ظلمه ظلمه سياسي قاهي قور كستية وقت كستو وشوغي أسباب وداغاتشرة إيا وحيابة دوافع عام وحيابة قصبة يينا وحكا ندعان كو وحكا مدى بين لناي عدم الإيمان بالله واليوم الآخر رمين تانا الرمينين إلهي يا مالة قيامة عد الرميسة ربي إيا قيامه مكبران أما دتك كم أحد قدبان وأنا كنبي موسى وقال موسى إني عدت بربي وربكم
من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وكإله لو استكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وأيه وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. سلا الصحة بن آدم كقوانين قرى لقمها إنكره بن آدم كالضمائر تيساهيسة ضميرك وحق عليه هو هنا قفك بن آدم كحدين كرا وإيمان كيسه يا آخرة سينو وبقيه إن وقيه وحكسته وهدك قيسته إن لك تشريه بن آدم كوحيابها كانين كبروا النوع عن النغمة وحكم ده التكبر إسلويني دي غرورك فرعون حكا قاضي كبرك وحيه أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي ميدا نركي لنا بغرتو يدا مصر لي وبيه وتنعنيه إيهو استريرية إلهي نوح لي فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. قفك كبرية قوقينة وقفك النقدمر كان مستبد بالرأي استبدادك أما تايراني وأما رأي قاد وضبك لغقص كبرك كي ماذا waxay saddexaadada tilmaamayna waxa weeyaan hawa nafs oo quraanku markuu ibaadul rahmaanka quraanka ku sifaynayo waxa la tilmaamayaa inay yihiin kuwo hawnan iyagoo isdul dhigaya dhulka mara aan kibir sareen. waxa quraanku tilmaamayaa faama man tagha wa athara alhayata ad-dunya fa inal jahima hiya al-ma'wa wa ma man khafa maqama rabbi wa naha an-nafsa 'an al-hawa. hawa nafs qofku markuu ka maarmo waxa quraanku tilmaamaya kursiga jacaylkiisa iyo raadintiisu inay ka mid tahay waxyaabaha keena dulmiga tirada badan leh oo kullama qofku kursiga u arko inay tahay mas-uuliya qofka xil la saaray ee aanu u arag inay tahay maqnab meel xoole laga xoogsaday inay tahay saynu shalayba tilmaamaynay سياسة حمد أو كبحية ويا فرعون وحكفكر وحيه موسى مركز كبر يوم يشفور يمسك سوري وأنا كله قالوا أجيتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين. قرآن حينات المامية قفكم أموده إنه سكف اللعظي إنه كبرك كانتو أن رآه استغنى كوا سوى الدوافع الداخلية يقفك نفتي سكوشرة دوافع خارجية شروعه إنه تركاب حماته ضدك كولتها لنا إياك سعود ويسانسة هدود ضد حن غضوة سيف وغانفة وبطانة أكتابة شكتها هذه بطانة سيئة نغطه ama haday noqoto bitaano aan shakhsiyad lahayn aan iyadu wax odhan karin. intaa kadib su-aasha isweydiinta leh waxa weeyaan hadduu qur-aanku ka waramay siyaasadda saalixa iyo arkaanta ay ku salaysantay inu shalay tilmaamnay almuluki saalixiin oo uu qur-aanku ka waramay siyaasadda baatilka iyo arkaanta ay ku salaysantay inu maanta tilmaamnay سؤال فيعنا وباهن اللي قد جوابه لفته دو حيتاي سيدي لولا نقمية وانا مسألة ضد بدني ما انت كو ورسي يعني ظلم يوى العركة سياسات الظالم كاوي تشيران واترى بدنيهين سيدي لولا نقمية ومسألة رمتي درس يلا بابا وباهن لغاها الله waayo qur-aanka iyo xadiidka markaynu dib ugu noqonno waxaynu arkaynaa dhaqamo kale gadisan oo boqortooyooyinka lagula dhaqmay qaar dagaal lagula dhaqmay qaar maamulna la wadaagay qaar waraaqo iyo rasaa-il loo diray qaar hudna lagula dhaqmay qaar sabir lagula dhaqmay qaar ictizaal lagula dhaqmay iyo hijra qaarba wasaa-il badan baa lagula dhaqmay. dadka se maanta waxay inta badan ka qaldan wasaaisha iyo ikhtiyaaraadka sidii ay u dooran lahayeen oo runtii masale ijtihaadiya culamo waa weyn u baahana oo in badan
أيسكون بيدي بدق باليرين كيجتهادان ويوم قامي أنقاب كل ولا دغمية وأنا مثلا نسلي هيو حيوبا أنت هاي درس يلا بابا ويا هدان سيفي عن الله صوب النجين سيفي عن إن لو فهم كريم بنو ملينية ما أنت مركب عن أيسكون ديا من هلك كوتشيو والله أعلم وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله. جزا الله الشيخ على هذه المحاضرة القيمة. إله سبحانه وتعالى كابا المريم الشيخ محاضرة قيم كهذه سوشي دي الميزان كحسنات كان الله أصاره إنغنا إلهي هي نقدقه ويكو أنفعه كفائد استه يمرالي الوقتكو إنغير وحاجر دونتا كلمة أي سوشي دونان